اليوم هل فما استسهال للإيقافات؟ عديد التساؤلات اتطرحت اليوم بعد يعني اليوم وليت قضية رأي عام، هي اليوم ما يسمى بقضية الياس الغربي وهيثم المكي. الحقيقة اليوم صباح في البرجاني تحس برشا حرقة، تلقاش كيفاش معناتها تفسرك المرارة هذيك، تشوف معناتها زملاء اللي ماشيين يبحثوا كاينهم ارهابيين كاينهم معناتها مطالبين في جرائم ما نعرفش شنو هو، والمشكل انه الشيء تواتر. قبل اسبوع كان منى عرفاوي محمد بوغلاب، الحكم اللي صدر على مراسل في القاسمي 5 سنوات يعني، والقائمه طويله يبدو مبدئيا 20 صحفي دون اعتبار الناس معناتها اللي تتحاكم على تدوينه ولا حاجه واللي ما تسمعش بها، واخرتها اللي صار مع الطلبه الاسبوع اللي فات معناتها اللي فضيحه بامتياز يعني. كان لازم معناتها رئيس الدوله يتدخل على اعلى مستوى قبل ما يخرج يمشي القمه العربيه باش يسيبوهم معناتها شباب عملوا غنايه معناتها دارت العالم الكل والناس شاخت عليها واحد فهم. الحقيقه بقدر ما يظهر لي اللي فما مزيد معناتها من استهداف الاعلام والاعلاميين والتضييق على المؤسسات الاعلاميه، بقدر من الحقيقه اللي شفته اليوم الالتفاف حول الزميلين وحتى اللي قبلهم بصراحه يعني، سواء من اهل القطاع سواء من المجتمع المدني سواء من شخصيات وطنيه اللي حضرت معناتها في الوقفه هذه، يظهر لي العنوان واضح يزي هل المرسوم 54 معناتها، يظهر لي ولا سيف مسلط على الرقاب معناتها المقايضة هذه بين حرية الرأي والتعبير وبين معناتها أبعاد أخرى اللي ما فيهاش حتى ما علاقة بالعمل الصحفي والإعلامي، الحقيقة فما إشحاف وإشحاف كبير، وأنه الحقيقة تتوقف اللي مهازل بصراحة مهازل ماهيش تونس اللي معناتها عشنا بعد 2011 أكن النشوة نتاع الحرية ومتاع نطمحوا باش نعملوا معناتها سلطة رابعة معناتها على أسس صحيحة وأنه تعلموا بالدروس اللي فاتت والمسار اللي فات، اللي صار ما تعلمنا حتى شيء. يظهر لي قاعدين كي تحسب شنو اللي قدمنا، ما احناش قاعدين نقدموا قاعدين نتأخروا، ولكن في المقابل فما إصرار، فما الهياكل المهنيه حاضره، فما صحفيين ما عادش يقبلوا انك معناتها تفرض عليه باش ولا تهدوا ولا تبتزوا ولا معناتها تساوموا في خبزته ولا في حريته. وللتذكير هذه الشكايه جات هو في الاول كنا نصخيبوا نقابه امنيه، ولكن حسب المحامي اللي دخل سمعته انا منذ قليل في موزايكا فام اللي قال هو مواطن ما يعرفوش يعني الصفه نتاعو ماهيش مكتوبه في المحضر القضيه، هل انه تابع لنقابه ام لا؟ يعني وهذا هو اللي يزيد الحقيقه، هذا المشكل هو اللي يزيد هو الامنيين اللي هما معناتها هما اللي قدموا القضيه، وهذا اللي يزيد معناتها يضحك معناتها مهزله بصراحه. قل لي شنو النظام هذا اللي يخاف من كلمه والا من حوار والا من كاريكاتور ولا من مسرحيه ولا من غنايه ولا معناتها شنو الهيبه نتاعو هذا وشنو معناتها هذا يخوفك؟ شفت في بريطانيا شاب تهجم على الملك شارلز، تهجم عليه، ايش حكموا عليه؟ الخدمات الاجتماعيه على عام وخطيه يدفعها خطيه ماليه 5 جنيهات معناتها كل شهر معناتها، وجيبوا الاثنين خنتي اليوم ماشي انك تكبر في الحبوسات تملى في الحبوسات، احنا قريب معناتها نبطلوا كل شيء ونوليو يلزمنا تو نبنيو حبوسات جديده للناس الكل باش معناتها نشوفوا معناتها التهمه ولات معناتها الخط التحريري مع تاجيل الواحد. اليوم لابد من انه فما هيئه تعديليه على غير الايكا اللي هي غايبه توا، هي اللي تقوم بالتدخل في مثل هذه القضايا دونك الاسراع بانه يكون فما هيئه تعديليه، لانه الصحفيين واللي يخدموا في وسائل الاعلام طبعا مش الناس كل ما تغلطش، ولكن بقعتهم مش امام القضاء، فما هيئه تعديليه. هو الغايه منه راهو الصحافي كما نقولوا احنا راهو مش معناتها على راسه ريشه طبعا انا قلت مش ما يغلطش ولكن مش امام ولكن القضاء، ولكن كيفاش تقاضي صحافي على مقال والا على تحقيق ويطلع صحيح مش غالط ولا على خبر تناوله ومعناتها ويخضع لكل المقاييس المهنيه وكل عندك السونكاس وعندك سونتيسي اللي هما توا يقول لك اسيا توا مراسيم دون
دونك هذاك علاش جاء المرسوم 54 في ظروف معينه. دونك اليوم للاسف مازلنا بالمراسيم. اليوم ضروره ارساء هيئه تعديليه كما كانت الايكا لاركوم في فرنسا مؤخرا حكموا على سيري لانونا وعلى قناه سويت اكثر من 3 مليار ما مشاش للحبس. هذه الحاجة الأولى. اثنين، اليوم إعادة النظر في المنظومة الجزائية الكل. ثلاثة، اليوم استسهال أنه نحطوا الناس في السجن. يعني الحرية هي المبدأ. ومن بعد نجم، واحد نجم ما نعرفش أنا، فما حاجات نجم تصير، فما ناس، فما تم عليهم تحجير سفر، فما أمور اللي هذايا، ولكن تبقى اليوم الـ الكلمة راهو عندها وزن كبير كيف تجي من صحابي.